السلام عليكم سنة تانية. بإذن الله كلامنا النهاردة عن ال development بتاع ال female genital system. عشان نتكلم عن ال development بتاع ال female genital system هنتكلم عن ال development بتاع ال ovary، وهنتكلم عن ال development بتاع ال uterus وال fallopian tube وال vagina، وبعد كده في الآخر خالص ال external genitalia كلمتين صغيرين. عشان في الاول خالص لو سألنا نفسنا امتى الجنس بتاع الجنين او بيتحدد، المفروض ان الجنس بتاع الجنين بيتحدد after الفيرتلايزيشن، بس احنا مش بنعرف، يعني هو المفروض ان هو بيتحدد بعد الفيرتلايزيشن على طول. طيب هل احنا بنعرف اصلا احنا امتى بنعرف ان الجنين ده في ايميل ولا فيميل؟ بنعرف الموضوع ده ساعة لما بيبدأ حاجة معينة بتحصل في ال development بتاع الجنين، بينتج عنها تكوين testis او ovary. ساعتها بقى المفروض ان احنا بنشوف التستس او الاوفري دول، فبنعرف ان ده ايه، ميل ولا فيميل. لكن الكروموزومال 6 بتاع الجنين بيتحدد بعد الفيرتلايزيشن، لكن المورفولوجيكال 6 بتاع الجنين بيتحدد في الوقت اللي في حاجه معينه بتحصل اثناء الديفلوبمنت بتحدد ساعتها هو ميل ولا فيميل، وده هنتكلم عنه واحنا بنتكلم عن الديفلوبمنت بتاع الفيميل جينيتال سيستم. نبذة كده بسيطة عن الاناتومي بتاع الاوفري، قصدي الهيستولوجي بتاع الاوفري. المفروض ان الاوفري ده بيتكون من كورتكس ومظلة، والمظلة دي اللي بيبقى فيها الاستروم والفاسكولار تيشو كده. لكن الكورتكس دي هي اللي بيكون فيها الفوليكلز. الفوليكلز دي بتتراوح من بريمورديال فوليكل لبرايمري فوليكل لسكندري فوليكل لحد ما نوصل في الاخر خالص للجرافيان فوليكل. كل فوليكل بتتكون من اوجونيا في النص، وبعد كده بيبقى حواليها مجموعة من الخلايا اسمها الفوليكولار سيلز. كل الكلام ده مهم، يعني هيساعدنا بعد كده. بعد كده ده كده كروس سيكشن في الجنين او كات سيكشن في الجنين اللي عندنا. المفروض ان الكات سيكشن ده بيكون ايه، بيكون بيقولك ان في مثلا هنا كده، المفروض ان فاكرين السنة اللي فاتت انا كمان كنت انا اللي كنت شرحة اليوناري سيستم ديفلوبمنت بتاع اليوناري سيستم. كنا قلنا ايه، كنا قلنا ان في الديفلوبمنت اكيد، يعني ان شاء الله انتوا فاكرين الموضوع ده لان هو يعني لسه قريب، لسه متحنين عليه قريب. فالمفروض ان الديفلوبمنت بتاع اليوناري سيستم كان بيكون من ميتا نيفروس، كان في اول حاجه برو نيفروس، وبعد كده ميزو نيفروس، وبعد كده في الاخر خالص ميتا نيفروس. قلنا ان الميزو نيفروس دي مشتركه ما بين اليورينري سيستم وبين الجينيتال سيستم، وقلنا ان الميزو نيفروس دي بتبقى جايه من الميزوديرم، وان هو نوع من الميزوديرم من الانترميديت ميزوديرم، عشان احنا عندنا 3 انواع من الميزوديرم، هي بتيجي من النوع اللي هو انترميديت ميزوديرم. طيب مفروض كمان قبل كده في الديفلوبمنت بتاع الجي اي تي، كان ديفلوبمنت بتاع الجي اي تي بيكون من فور جات وميد جات وهاند جات، والهاند جات دي كان في اخرها حاجه اسمها كلواكه. كلواكه دي او عموما يعني اصلا الجات كلها عموما بتبقى جايه من الاندوديرم، بيبقى الاصل بتاعها اندوديرم، فالكلواكه هنا اندوديرم. بعد كده كنا خدنا برضو السنه اللي فاتت، هو مش السنه اللي فاتت، هو الترم اللي فات في مديول الرينال، ان الكلواكه دي هي بتتقسم بسبتم. السبتم ده دي مراجعه يعني بسيطه، ان الكلواكه دي بتكون كده، بعد كده بتيجي تتقسم كده بسبتم. سبتم جزء قدام كبير وجزء ورا صغير. الجزء اللي قدام الكبير ده كان بيبقى اسمه يورو جينيتال ساينس، ماشي، عشان ساينس عشان هو كبير. والجزء اللي ورا بيبقى اسمه انوريكتال كانال تقريبا، ما علينا يعني من الجزء اللي ورا. بعد كده يجي اليورجنتا ساينوس ده يتقسم بمكان دخلة الميزو نيفروس، بيتقسم لجزء فوق وجزء تحت. الجزء اللي فوق ده كان بيبقى اسمه فيزايكو يورسال كانال، والجزء اللي تحت ده كان بيبقى اسمه ديفينيتيف يورجنتا ساينوس. بعد كده ديفينيتيف يورجنتا ساينوس كان يتقسم تاني لبلفك بارت وفالك بارت. يبقى دلوقتي عندنا اللي يهمنا يعني ان الجزء اللي هو الفيزايكو يورسال كانال بيتقسم البريميتيف يورجنتا ساينوس، البريميتيف يوروجينيتال ساينس ده اللي هو الجزء الاولاني او الجزء اللي قدام من الكلواكه، بيتقسم بدخله الميزو نيفريك داكت لجزئين، الجزء اللي فوق اللي هو الفيزايكو ريسال كانال، والجزء اللي تحت اسمه الديفينيتيف يوروجينيتال ساينس. والديفينيتيف يوروجينيتال ساينس بيتقسم لبلفيك بارت وفالك بارت، اتمنى تكونوا فاكرين افتكرته. يعني
المهم دلوقتي دي الجات بتاعتنا. المفروض ان الجات بتاعتنا ان الكافيتي اللي عندنا ده كله كده اسمه السيليمون كافيتي. طيب الجات بتبقى مشدوده بميزنتري اسمه ايه؟ اسمه الدورز الميزنتري، ماشي. الحته دي مهمه يعني. طيب ده كده هنعتبرها الهايند جات. المفروض كمان في الجنين قبل ان الجنين قبل ما يحصل له فولدنج كان بيبقى ديسك كده، وفي قدامه فلويد ووراه فلويد. الفلويد اللي كان قدام الديسك بتاع الجنين كان اسمه اليوكساك. اليوكساك ده بعد ما الجنين حصل له فولدنج هو دخل، يعني اكتر اليوكساك دخل في تكوين الهايند جات، ماشي. فعشان كده لما اقول لك ان الهايند جات دي اساسها اليوكساك، تمام. طيب والهايند جات دي بتبقى مشدوده بايه؟ بدورز الميزنتري، بحته كده من البريتونيوم اسمها الدورز الميزنتري. طيب بعد والهايند جات دي بتكون موجوده بالظبط في الميد لاين، يعني ده طيب على جانبي بقى الميد لاين هناخد من الميديال للاترال في ثلاثه ستراكشرز مهمين، او ستراكشر اكتر ستراكشر ميديال هو حاجه اسمها الجينيتال ريدج. بس الكلام اللي احنا هنقوله ده كله مكونات من الانترميديت ميزوديرم، تمام، ماشي. فاكتر ستراكشر ميديال هيكون الجينيتال ريدج، بعد كده بعده الميزونيفريك دكت، وبعد كده البارا ميزونيفريك دكت. بارا يعني بجوار، ميزونيفريك دكت. طيب فين هنا ده الجينيتال ريدج، ماشي، وبعد كده جنبه بيكون في الميزونيفريك دكت، وبعد كده بارا ميزونيفريك دكت. الميزونيفريك دكت اللي هي اسم تاني اسمه الولفيان دكت. البارا ميزونيفريك دكت اللي هي اسم تاني اسمها موليريان دكت، هنتكلم برضو بعدين بعد شويه. يعني هو ده نفس الكلام. بيقول لك ايه بقى؟ ان المفروض ان هنا ده الميد لاين، ده كروس سكشن بارت في الجنين، ده الميد لاين، ده كده ده الجت. الجت دي مشدوده كده بميزنتري اسمه الدورزال ميزنتري، تمام. على جانبيه بقى الميد لاين بيبقى في عندنا جنتل ريدج. الجنتل ريدج ده بيكون متبطن او بيكون متغطي. ايه ده بقى؟ ده كده حاجه اسمه ايه؟ السيلوميك ابسيليم. هو بيكون مغطي الجنتل ريدج ده، هنشوف صورة واضحة دلوقتي بعد شوية. طيب دلوقتي ده جنتال ريدج، وبعد كده بيكون فيه ميديال لو، قصدي لاترال لو بيكون ميزونيفريك دكت، وبعد كده لاترال للميزونيفريك دكت بيكون فيه البارا ميزونيفريك دكت. الصورة دي بقى بتوضح اكتر الموضوع. ايه؟ ان المفروض ده الجت. الجت دي مشدودة بميزنتري كده اسمه دورزال ميزنتري. الدورزال ميزنتري ده بيكون هو في الميد لاين، ماشي. بعد كده في عندنا تلات ستراكشرز من الميديا اللي لازم هنقولهم، بيكونوا على جانبي مين؟ على جانبي الميد لاين. اول حاجة خالص الجنتل ريدج، بعد كده جنب الجنتل ريدج بيكون في الميزو نفرك دكت، وبعد كده البارا ميزو، وبعد كده البارا ميزو نفرك دكت. طيب الميزونيفريك دكت اسمها الولفيان دكت، والباراميزونيفريك دكت اسمها الموليريان دكت. مين بقى اللي مغطي الحاجات دي كلها؟ يعني الحاجات دي كلها تعتبر بروزات كده من ورا السيلوميك ابسيليم. يعني ده كده اسمه سيلوميك ابسيليم. السيلوميك ابسيليم ده بيبقى متغطي بجيرمينال، الحته دي كده اسمها سيلوميك ابسيليم، تمام. ده كله كده اسمه سيلوميك ابسيليم، يعني الابسيليم اللي بيبطن السيلوميك كافيتي. عشان المفروض ان هنا كده في الجزء ده كده بيكون في الايه؟ السيلوميك كافيتي. طيب نبدا بقى نحكي القصه من اولها. اول حاجه خالص المفروض ان في بدايه مثلا الاسبوع الرابع كده بيكون في ايه؟ بيكون في عندنا جنتل ريدج. زي ما قلنا الجنتل ريدج ده هو اللي المفروض انه مسؤول عن تكوين الجناد. الجناد اللي هي يا اما اوفري يا اما ايه؟ يا اما تستس. طيب بيبدأ اول مرحله خالص ان مرحله indifferent stage. يعني ايه indifferent stage؟ يعني المرحله دي مش باين هو ميل ولا في ميل، ما اقدرش ان انا احدد اقول هو ميل ولا في ميل. في المرحله دي اللي بيحصل اول حاجه خالص السيلوميك ابيسيليوم ده، السيلوميك ابيسيليوم ده كده ماشي، بيبدا يحصل له ايه؟ بيبدا انه يحصل له proliferation ويدخل لجوه، يدخل لجوه ويكون. خلينا نشوف حاجه تانية. ماشي، خلونا نشوف هنا. المفروض ده ايه؟ ده الميد لاين اهو، وده الجت، تمام. على ميديال لاترال للجت هنا المفروض بيكون فيه جينيتال ريدج. ده كده اسمه جينيتال ريدج، وده كده اسمه جينيتال ريدج. جينيتال ريدج ده اصله اصلا ايه؟ ميزوديرم. في حاجات كده معينه لازم نثبتها في دماغنا، ماشي، اصله ميزوديرم. طيب
احنا دلوقتي بنتكلم عن ايه؟ عن الاندفرنت ستيج. اندفرنت ستيج يعني مش معروف هو ميل ولا فيميل. طيب اول حاجه ده المفروض ان ده كده ايه السلوما كيبسيليوم. السلوما كيبسيليوم ده بيبدا انه يحصل له بروفريشن. ايه الفرق ما بين الصوره دي والصوره دي والصوره دي؟ لو لاحظتوا ان الطبقه بتاعه السلوما كيبسيليوم بيبدا انه يحصل لها بروفريشن كل ما احنا طالعين لكده، بتبدا انه يحصل بروليفريشن لحد ما يوصل لفين، لحد ما يبدا ان هو يكون ايه زي ما انتم شايفين كده، يبدا انه يكون كوردس. يعني بصوا انا هرسمها برضو عشان ايه تبقى واضحه بالنسبه لكم. نعتبر ان دي الجت اهي، وكده على جانبي الجت في ايه، في ثلاثة جروز كده. تمام ماشي. في عندنا اللون ده بقى كله، ده كده السلوما كيبسيليوم ماشي. وبعد كده هنختار لون تاني، المفروض هنا ده الجنتل ريتش، المفروض ان هيبقى هنا كده ال ماشي. نرسم هنا عشان الفضاء. دلوقتي عندنا ده كده ايه، دي كده قط مشدودة بدورز الميزنتري عذرا يعني عن على الرسم ماشي. المفروض ان ده كده كله ايه سيلومو كيبسيليوم ماشي. طيب السيلومو كيبسيليوم ده بيبقى فيه طالع فيه ثلاثة بلجز، الثلاثة بلجز دول اللي هم ايه من اليمين للشمال، من قصدي من الميديا للاترال، من الميديا للاترال كده. في عندنا ده الجينيتال ريتش، وبعد كده ده الميزو نفرك ضغط، وبعد كده ده البار ميزو نفرك ضغط. تمام ماشي. بعد كده نغير اللون بقى، ده السيلوما كيبسيليوم اللي بيبطن الجينيتال ريدج، متفقين؟ طيب هيبدا ان هو يحصل له بروليفريشن، ويبدا يحصل له بروليفريشن ويبدا يكون كوردس كده، يبدا يدخل بكوردس كده من الخلايا، كوردس من الخلايا، كوردس من الخلايا. ده بيحصل في الانديفرنت ستيج، بتبقى عباره عن بريميتيف 6 كوردس. اسمها بريميتيف ليه؟ لان احنا لسه ما حددناش هو ميل ولا فيميل. تمام كده. يبقى السيلوما كيبسيليوم بيبدا ان يحصل له بروليفريشن، بيبدا ان هو يحصل له بروليفريشن، فيبدا ان هو يدخل بكوردس كده، الكوردس دي اسمها بريميتيف 6 كوردس. تمام كده. كده احنا معرفناش برضو مين اللي بقى ايه السر، او ايه اللي يخلي جنتل ريتش ده يكون ميل او فيميل. عايزين بس نتفق على حاجة تانية قبل الموضوع ده. احنا دلوقتي قلنا ان عندنا جنتل ريتش، وعندنا ميزو نفرك دكت، وعندنا برا ميزو نفرك دكت. الميزو نفرك دكت اغلبها اصلا بتكون حاجات ليها علاقة بالجينيتاليا، الا الجزء الاخير منها اللي هو بتاع الميتا نفروس، ده بيكون ايه، بيكون الكدني واليورينر، الكدني واليورتر وكده. فالجزء اللي تحت ده احنا ما بنتكلمش عليه، احنا بنتكلم عن بقيه الميزو نفرك دكت، الميزو نفرك دكت والبارا ميزو نفرك دكت. دكت واحده منهم هتكمل. يعني ايه؟ يعني احنا لو عندنا الشخص ده ميل، لو الشخص ده ميل يبقى البارا ميزو نفرك دكت مش هتكمل، والميزو نفرك دكت هي اللي هتكمل معانا ماشي. طيب لو الشخص ده في ميل، لو الشخص ده في ميل يبقى الميزو نفرك دكت مش هتكمل، والباراميزو نفرك دكت هي اللي هتكمل معانا. طيب على اساس ايه ده بيتحدد؟ على اساس خلايا، خلايا معينه، خلايا معينه دي بتهاجر من اليوكساك، بتهاجر من اليوكساك عن طريق ايه؟ عن طريق دورز الميزنتري. هتهاجر من اليوكساك. هو المفروض ايه اللي بيربط اليوكساك بتاع الهايند جت بالجنتل ريدج؟ لو ان في حاجه عايزه توصل من اليوكساك لحد الجنتل ريدج هتمشي ازاي؟ هتمشي في الدورز الميزنتري ده، وبعد كده توصل تروح تدخل في مين؟ تدخل في الجنتل ريدج. طيب على اساس الخلايا اللي هي بتهاجر من اليوكساك لحد الجنتل ريدج دي، بتبقى الخلايا دي شايله فيها كروموزومات اكس اكس ولا اكس واي؟ طب الكروموزومات دي اتحددت اصلا افتر الفيرتيلايزيشن ماشي، لكن بعد كده الجنين عايش فتره اسمها انديفرنت ستيج، وبعد كده بدا انه يتكون الجونات بقى اللي هي يبدا يتكون، يبدا يظهر لنا المورفولوجيكال سكس ماشي.
فعلى اساس حدث مهم جدا، الحدث المهم ده بمثابة فتح مهم كده او حدث مهم في حياة الجنين، هي ايه؟ هي هجرة خلايا معينة. الخلايا المعينة دي على اساسها بتحدد جنس الجنين او بتحدد حدد جنات يعني هتتكون على اساس ايه، وعلى اساسها كمان بيتحدد انه ضغط من الاثنين ضغط اللي احنا قلناهم هتكمل، هل الميزو نفرك ضغط لو ان هو ميل هي اللي هتكمل معانا، ولا البارا ميزو نفرك ضغط لو هي في ميل هي اللي هتكمل معانا. تمام ماشي. الخلايا اللي بتهاجر من الهايند جات لحد الجنتل ريدج اسمها بريمورديال جيرم سيلز، اسمها بريمورديال او بريميتيف جيرم سيلز او بريميتيف سكس سيلز ايا كان. ماشي. طيب دلوقتي فاكرين لما احنا قلنا خلاص احنا اتفقنا ان هو لو هنا كده التوقع ده جنس الجنين هنا ايه البارميز نفرك ضغط هي اللي كملت يبقى ده في ميل. طيب احنا خدنا هنا كروس سيكشن في الجنين كده ماشي، هو المفروض من غير كروس سيكشن المفروض ان ده ايه، ان ده كده الجت دي بيبقى ماشي منها الجنتال ريدج بيبقى ماشي منها دورزال ميزنتري، وبعد كده في عندنا الجنتال ريدج اهو، وبعد كده لاترالي بيكون في ميزو نفرك دكت، وبعد كده لاترالي هما الاثنين بيكون في بارا ميزو نفرك دكت. خدنا هو بيوضح لك هنا بيقول لك ان احنا خدنا كات سيكشن في المستوى ده كده ماشي، فقلنا المنظر ده كده، المنظر ده كده في ايه، احنا قلنا الجت والدورزال ميزنتري، وبعد كده عندنا الجنتال ريدج اهو. ماشي. بعد كده بقى احنا خلاص احنا هنتكلم على ايه، هنتكلم على ان الجنين اللي عندنا ده في ميل، لان احنا بنتكلم عن ديفلوبمنت بتاع الفيميل جينتا سيستم. طيب ايه اللي هيحصل علشان يعني ايه برضو اللي بيحصل لما البريمورديال جيرم سيلز دي تهاجر من الدورسال ميزنتري وتروح للجينتا ريدج؟ اللي بيحصل كالاتي، اول حاجه ان الخلايا دي شايله كروموزومات اكس اكس. طيب هو المفروض اصلا لو ان الخلايا دي شايله كروموزومات اكس واي، الواي الكروموزوم واي ده بيكون عليه مكان كده معين اسمه اس ار واي، الاس ار واي او سري بيبقى فيه معلومات سريه، كان في معلومات سريه يعني بتقول لك ان انت بتؤمر الخلايا يعني وكده ان هي تصنع تستس مش تصنع اوفري. طيب عدم وجود الاكس كروموزوم هو في حد ذاته محفز ان ايه، ان الجنتال ريدج يكون اوفري. يبقى ايه اللي بيحصل، ان احنا ما عندناش كروموزوم واي، فعدم وجود كروموزوم واي هو اللي بيخلي الجنتال ريدج يتحول ايه، يتحول لاوفري. ماشي تمام. طيب فاحنا دلوقتي خلاص الخلايا اللي وصلت لنا من البريمورديال جيرم سيلز اللي وصلت لنا من الجينتال ريدج من قصدي الدورزال ميزنتري كانت واصله وما فيهاش الكروموزوم واي، فبالتالي الاتجاه هيبقى ايه، الاتجاه هيبقى ان الجينتال ريدج هيتحول لأوفري. تمام. طيب هيتحول لأوفري ازاي، احنا قلنا ان في الانديفرنت ستيج في الانديفرنت ستيج كان ايه اللي حصل، كان حصل سيكنينج او حصل بروليفريشن للجيرمينال ابيسيليوم اللي بيغطي الجنتال ريدج. جيرمينال ابيسيليوم اللي هو ده اللي هو بيبقى لونه فاتح شويه عن الباقي ماشي، ده بيبدا انه يحصل له بروليفريشن، بيبدا يحصل له بروليفريشن لجوه زي ما انتم شايفين كده في هنا في المنظر ده ماشي، ويكون كوردس. الكوردس دي اسمها بريميتيف سكس كوردس. البريميتيف سكس كوردس دي لو جان لا طبعا احنا هنكون في ميل خلاص هنكون اوفري، فخلاص البريميتيف سكس كورد دي تبدا انها تدخل لحد المظله، وبعد كده اول ما تدخل لحد المظله تبدا انها تتكسر الخلايا. ما هو كورد اهو كده ماشي، بيبدا انه يتكسر حتت 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 فيتكسر الخلايا. الخلايا دي هتروح تستقر فين، هتروح تستقر في المظله بتاعه الاوفري. طيب لما تستقر في المظله هتكون ايه، هتكون الاستروما والفاسكولار تيشو. تمام كده، يبقى احنا كده كوننا الاستروما والفاسكولار تيشو بتاع الاوفري. طيب تمام. بعد كده ايه اللي بيحصل، ده منظر تاني بقى، دي كده البريميتيف سكس كورد اللي اتكسرت وراحت في المظله خلاص كده. طيب بعد كده فالجيرمينال ابيسيليوم ما يسكتش، لا الجيرمينال ابيسيليوم يروح جاي مطلع سكند جنريشن تاني من السكس كوردس ماشي. السكند جنريشن من السكس كوردس يبدا برضو اللي هم دول ماشي، السكند جنريشن من سكس كوردس تاني، السكند جنريشن من سكس كوردس دول برضو هيبداوا ان هم يتكسروا بس مش هيروحوا في المظله، لا هيفضلوا قرب الجيرمينال ابيسيليوم، هيفضلوا
قريبين من جزء من الابيثيليوم وهيفضل في الكورتكس ماشي. الخلايا دي بقى وصلت لها خلايا بريمورديال جيرم سيلز ماشي. فالخلايا اللي اتكسرت من السكند جنريشن بتاع البريمتيف 6 كورد السكند جنريشن بتاع 6 كوردس الخلايا دي اتكسرت ماشي ووصل لها خلايا اسمها جيرم سيلز بريمورديال جيرم سيلز. فكل شويه خلايا من الخلايا اللي متكسره دي تحوط ايه تحوط خليه من البريمورديال جيرم سيلز اللي هتكون الاوجونيا. فيبقى في عندنا اوجونيا كده في النص اللي هي البريمورديال جيرم سيلز وحواليها خلايا كتير من الخلايا اللي المفروض ان هي نتيجة التكسير بتاع السكند جنريشن من ايه السكند جنريشن اوف السكس كورد تمام. فالخلايا اللي متكسرة دي اللي هي بتاعة البريمتيف سكس كورد دي المفروض ان هي تبقى ايه تبقى الفلوكولار سيلز. هي اللي هتكون الفلوكولار سيلز اللي بتبقى بتحوط الايه البريمود الاوجوني يبقى تمام. طيب انا عايزه عايزين بقى في الاخر خالص اسالكم سؤال. السؤال ده هو ايه هو الاوفري كده المحصله بتاعته بيتكون من ايه وايه بيتكون من اول حاجه هيكون بيتكون من ميزوديرم. ميزوديرم اللي هو عباره عن ايه عباره عن اول حاجتين الميزوديرم بيدي حاجتين حاجه اللي هي بيدي المظله كلها وبيدي الكورتكس ما عدا البريمورديال جيرمز ما عدا الاوجونيا. يبقى هو بيدي المظله كلها اللي هو الاستروما فاكرين البريمتيف 6 كوردس اللي اتكسرت وراحت استقرت في المظله كمان الاستروما والفاسكولار تيشو. يبقى الاستروما والفاسكولار تيشو ده بيتكون من الميزوديرم. وبعد كده عندنا تاني حاجه اللي هو البريمتيف السكند جنريشن بقى من السكس كوردس اتكسرت برضو وعملت لنا فولكولار سيلز في الكورتكس. وبقى الاوجونيا في النص الاوجونيا دي كانت نتيجه هجره ايه نتيجه هجره خلايا. الخلايا دي اسمها بريمورديال جيرم سيلز. البريمورديال جيرم سيلز دي جايه من اليوكساك. طب اليوكساك اصلا والجاز كلها كانت ايه كانت اندوديرم. يبقى الحاجه الوحيده الاندوديرم في الاوفري هي الاوجونيا تمام. ده كده جنتل ريدج هو نفس الكلام. لو عايزين نلخص الأوفري في خطوات بسيطة جدا ايه اللي حصل ان المفروض ان في عندنا في الميد لاين بنتخيل ان القصه بدات ازاي. القصه بدات ان في الميد لاين الجت والجت دي بتبقى مشدوده بالدورز الميزنتري. وبعد كده على يمين على الجنبين بتوع الجت ايه في عندنا جنتل ريدج وبعد كده ميزو نفرك دكت وبعد كده عندنا البارا ميزو نفرك دكت. الميزو نفرك دكت والبارا ميزو نفرك دكت دول واحده فيهم بس المفروض تكمل على حسب الجنس بتاع الجنين. لو الجنين ده ميل يبقى الميزو نفرك دكت هي اللي هتكمل معانا. لو الجنين ده فيميل يبقى البارا ميزو نفرك دكت هي اللي هتكمل معانا. طب الموضوع ده بيتحدد ازاي والجنتل ريدج كمان الجنتل ريدج المفروض ان هو يا اما يكمل معانا كتستس يا اما يكمل معانا كأوفري. مين اللي هيحدد ده كله خطوه مصيريه بتحصل في الاسبوع السابع. في الاسبوع السابع بيحصل ايه بيحصل هجره خلايا اسمها البريمورديال جيرم سيلز من اليوكساك عن طريق وبتوصل عن طريق الدورزال ميزنتري. طيب الخلايا دي يبقى اصلها اندوديرم لانها جايه من اليوكساك اللي هو جزء من الهايند جات وجات كلها بتبقى ايه بتبقى اندوديرم تمام كده. طيب عندنا في قبل الهجره دي بيحصل في الاسبوع الرابع بيبدا يتكون ان ديفرنت ستيج في الايه in different stage في الجنتل ريدج هو ان السيلوما كابيسيليوم اللي بيغطي الجنتل ريدج بيبدا ان يحصل له بروليفريشن اللي جوه فيعمل بريمتيف 6 كوردس. البريمتيف 6 كوردس دي بقى اول ما يوصلها الخلايا وخلاص يتحدد مصير الجنين. لو ان الخلايا بتاعت البريمورديال جيرم سيلز دي ما فيهاش كروموزوم واي يبقى معنى كده ان الخلايا الجنتل ريدج هيمشي في اتجاه الاوفري. لو ان فيها كروموزوم واي يبقى الجنتل ريدج هيمشي في اتجاه ايه هيمشي في
اتجاه التستس. طيب احنا دلوقتي هنتكلم ان هو ما فيهاش كروموزوم واي، يبقى هيمشي في اتجاه الاوفري. طيب هيمشي في اتجاه الاوفري، يبقى البريمتيف سكس كوردز دي هتتكسر وتروح تستقر في المظله وتكون الاستروم والفاسكولار تيشو. بعد كده الجيرمينال ابيثيليوم ما يسكتش ويطلع كمان سكند جنريشن من السكس كوردز. السكند جنريشن من السكس كوردز ده يبدا انه يحصل له بروليفريشن برضو، وبعد كده يبدا يتكسر بس يفضل في مكانه في الكورتكس، ويبدا انه يتجمع كل شويه خلايا حوالين الاوجونيا اللي البريمورديال جيرم سيلز المفروض انها تكون اوجونيا، ماشي؟ فكل شويه خلايا والخلايا المتكسره دي المفروض انها تكون فليكولر سيلز. بعد كده كل شويه فليكولر سيلز هتحوط واحده من الجيرم سيل من الاوجونيا، ماشي، وتعمل لنا الفوليكلز بقى اللي هو البريمورديال فوليكل، بعد كده البرايمري فوليكل والسكندري فوليكل، وتبدا انها تتطور. خلاص كده خلصنا الايه الاوفري. طيب الاوفري ده ممكن يحصل فيه ايه من الانومالي؟ في عندنا في الكتاب 3 انومالي. اول حاجه ديسجينيسيس، تاني حاجه ان هو يكون اوفي تيستس او ترو هيرموفروديت، وتالت حاجه اللي هو الديرمويد سيست او التراتوما. نبدا باول حاجه اللي هو جونادال ديس جينيسيس. يعني ايه جونادال ديس جينيسيس؟ جونادال ديس جينيسيس يعني المفروض ان الجونادز دي ما تكونتش حلو، اللي هي الجونادز دي بتفضل ان ديفرنت ستيج، بتفضل مبهمه. بتفضل مبهمه ليه؟ لان البريمورديال جيرم سيلز اللي كانت راحه للاوفري او للجنتال ريدج عموما كانت راحه ما فيهاش الكروموزومات الكافيه ان هي تصنع يا اما اوفري يا اما تستس. امال ايه؟ يقول لك ان مثلا الخلايا دي كانت راحه اكس 0، ما كانتش راحه اكس اكس، ماشي؟ فهي راحه اكس 0 هو كون اوفري، بس الاوفري ده اللي هو مش واضح، معالمه مش واضحه. حتى كمان بقيه بيبدا ان البريمتيف سكس كوردز بس هي اللي بتبقى موجوده كده في شكل خطوط، ما بتبقاش تكون الفوليكلز بتاعتنا اللي احنا عارفينها، ماشي؟ ولكن الشخص ده بيكون فيه نقطة تيبيكالي، يعني بيكون في ميل، هو بيكون ماشي في اتجاه الفيميل، لان احنا ما عندناش كروموزوم واي. عدم وجود كروموزوم واي معناه ان الشخص ده هيبقى في ميل ايا كان بقى، ماشي؟ ولكن هي بيبقى عندها اكس 0، فبتبقى عندها الجينات مش كافية ان هي تكمل تصنع الجينات بشكل كويس، وبيكون عندها اللي هي الفيميل. احنا دلوقتي بنتكلم عن الفيميل اللي هي اكس 0، بيكون عندها كمان بقيه اليوترس مثلا والحاجات دي بتبقى انفانتايل، يعني ما بتكبرش، تمام؟ مفروض ان الحاله دي اسمها تيرنر سندروم. تيرنر سندروم اللي هو الاكس 0، تمام؟ بتتعالج اصلا ان هي بتاخد هرمونات استروجين والحاجات دي عشان تكبر اليوترس وما يبقاش انفانتايل. طيب عندنا حاجه تانية، يكون اكس واي. طب هو اصلا زي اكس واي للجنتال ريدج اكس واي وتقولي ان هي في ميل او في تيبيكالي في ميل، يعني شكليا كده هي في ميل، لك لان اصلا الواي اللي كان رايح ده ما كانش واي يقدر ان هو يوجه الجنتال ريدج انه يتحول لتستس. ليه؟ لان الواي اللي كان رايح كان فيه ميوتيشن، كان فيه ميوتيشن معينه، فالميوتيشن دي لغت كأن واي ده، يعني هو ما تعرفش على الواي، جنتال ريتش ما فهمش ان ده الواي بتاعنا اللي المفروض ان هو بيخليه يمشي في اتجاه التستس، او ان الواي ده بمعنى اصح كده ما ايه، ما هو ما كانش قادر ان هو يعمل الانزيمات او قصدي الهرمونات بتاعه الميل، فبالتالي الجنتال ريتش ما كونش تستس، كون ايه برضو كان حاجه كده غير واضحه، ماشي؟ غير واضحه و حاجه غير واضحه، ولكنها في الاخر خالص كملت في طريق الفيميل، ولكن بتبقى كونجنتال انومالي اسمها الجونادال ديس جينيسيس. طيب بالنسبه بقى لتاني حاجه اللي هي الاوفيتستس او الهيرموفرودايت، لا دي بالعكس بقى، دي عندها الاوفري والتستس، عندها الفيميل جينتال سيستم وعندها الميل جينتال سيستم، عندها كل حاجه، اسمها ترو هيرموفرودايت، ماشي؟ ليه؟ لكن هي بيبقى عندها اوفري وتستس، وكمان بيبقى عندها بس الاكسترنال جينيتاليا بتاعتها بتبقى امبيجوس. يعني ايه امبيجوس؟ يعني هي اصلا عندها بيكون عندها الاكسترنال جينيتاليا بتاعت بيكون عندها تستس، ماشي، بتاع الميل، وفي نفس الوقت كمان بيكون عندها الاكسترنال جينيتاليا بتاعت الفيميل، ماشي؟ بس في الغالب يعني هي بتبقى ماشيه في اتجاه الفيميل اكتر،
هي بتكون ماشية في اتجاه الفيميل اكتر وبتكمل حياتها كفيميل. تمام. تالت بقى كونجيتال انومالي اسمها الدرمويد سيست او التراتوما، دي معناها ان الشخص ده بيتولد بيكون الاوفري في اجسام غريبة كده، زي ما يكون هير وتيس وحاجات زي كده، درمويد سيست او تراتوما، وانتوا تاخدوها بالتفصيل اصلا في الباثولوجي. فكده احنا خلصنا الاوفري، نراجع كده بسرعة. احنا عندنا تلاتة كونجنتال انومالي، جونادال ديس جينيسيس معناها ان هي يا اما اكس زيرو، فهي عندها اكس واحدة اهي شغالة فتمشي في اتجاه الفيميل، بس هيكون عندها ايه ديس جينيسيس في الجونات، ويكون كمان عندها انفانتايل يوترس. تمام. بعد كده يا اما تكون راحة اكس واي، بس الواي دي ما كانتش هي الواي اللي بتمشي في اتجاه التستس، فهتكمل كمان كفيميل، ولكن برضو بيكون عندها ايه ديس جينيسيس، جونادال ديس جينيسيس. تمام. بعد كده في عندنا الاوفو تستس، اوفي تستس يعني عندها اوفري وتستس، واسمها كمان ترو هيرمافرودايت، يعني حاجة كده ايه بيكون عندها الفيميل والميل جينتال سيستم. تمام. ولكن في الغالب بتكمل حياتها كفيميل. وبعد كده في الاخر خالص عندنا الدرمويد سيست او التراتوما، دي كنوع كده من البناين تيومرز. مش بس هجره الخلايا من الدورز عن طريق الدورز الميزنتري من اليوكسيك للجينيتال ريدج حددت نوع الجينيتال ريدج ده هيكمل تستس ولا اوفري، لا ده كمان حددت مصير الميزونيفريك داكت والباراميزونيفريك داكت، وان هو عدم وجود الكروموزوم واي عندنا في الخلايا دي سبب ان الميزونيفريك داكت يحصل لها ديجنريشن. ليه؟ لان احنا ما عندناش محتاجين الميزونيفريك داكت، الميزونيفريك داكت مسؤول عن تكوين الميجنتال سيستم، لكن مين اللي هتكمل معانا؟ هتكمل معانا داكت تانية اسمها الباراميزونيفريك داكت، او الاسم التاني ليها المولوريان داكت. الباراميزونيفريك داكت دي بتكون لاترال للميزونيفريك داكت، وبتكون ماشية اهي اللي هي الزرقة دي، بتبدأ في الاول خالص بتبقى لاترال، وبعد كده بتبدأ انها تغير شوية شوية من مسارها، يعني تمشي لاترال في الاول. هو المفروض بس عشان تكونوا فاهمين ده كده ايه ده الجينيتال ريدج، تمام، وده كده الميزونيفريك داكت اللي هي تحصل لها ديجنريشن بعد شوية، ماشي، وده الباراميزونيفريك داكت. الباراميزونيفريك داكت دي بتبدأ انها تغير من مسارها شوية بشوية، اول حاجة بتبقى لاترال للميزونيفريك داكت، وبعد كده تمشي قدام الميزونيفريك داكت، وبعد كده تنزل فيرتيكال ولكن ميديالي للميزونيفريك داكت. طيب ايه اللي تحت دي؟ اللي تحت دي زي ما قلنا في الاول خالص الكلواكة، الكلواكة اللي هي اخر جزء من الهايند جات، اللي هي المفروض بيفتح فيها الميزونيفريك داكت اصلا، ومكان دخلة الميزونيفريك داكت دي كان بيقسمها لجزئين، جزء اسمه فيزايكو يورسترال كانال، وجزء اسمه ديفينيتيف يور جينتال ساينس. طيب بعد كده بيبدأ ان يحصل ايه؟ بيبدأ ان اول حاجة الجزء اللي فوق ده، احنا قلنا باراميزونيفريك داكت اتقسمت لثلاث اجزاء، جزء لاترال للايه للميزونيفريك داكت، وجزء قدام الميزونيفريك داكت اللي هو بيبقى هوريزونتال، وجزء تحت وميديال للميزونيفريك داكت، وبيروح بتروح بقى الباراميزونيفريك داكت دي من فوق بتكون فاتحه في السيلوميك كافيتي، من فوق بتكون فاتحه في السيلوميك كافيتي، دي معلومه مهمه. طيب ومن تحت، من تحت بتروح تزق او بتروح يعني تنتهي عند الديفينيتيف يور جينتال ساينس. هل هي بتروح تنتهي عند الديفينيتيف يور جينتال ساينس معناها ان بتفتح فيه بأوبنينج؟ لا، ما بتفتحش في الديفينيتيف يور جينتال ساينس. امال ايه اللي بيحصل؟ اللي بيحصل ان هي زي ما يكون بتنتهي عنده بس، وبتزقه كده، بتزقه بس ما بتعملش اوبنينج، بتزق الديفينيتيف يور جينتال ساينس، بتعمل فيه ايه؟ بتعمل فيه تيوبيركل من فوق، يعني بتعمل فيه اللي هو بروز من جوه، يعني احنا عشان نشوف البروز ده بنفتح هي بتكون زقاه من ورا، فبتكون معلمه فيه من جوه. تمام. لكن هي ما بتفتحش في الديفينيتيف فيور سنتال ساينس، هي بتبقى مجرد بس زقه، وهنتكلم عن الموضوع ده. طيب الجزء اللي قدام ده اللي هو اول جزء خالص من الباراميزونيفريك داكت هيكون لنا الفالوبيان تيوب، وبيكون منتهي ببروجيكشنز بيكون متابع بروجيكشنز كده، وحتى كمان احنا قلنا اصلا الفالوبيان تيوب الجزء اللي هو اخر جزء فيها خالص اللي هو بيبقى الديستال ثيرد، اللي هو قصدي بيبقى اللاترال ثيرد، ده بيفتح في السيلوميك كافيتي، فالكلام اهو منطبق مع بعضه. طيب بعد كده الجزء الثاني اللي هو الميدل بارت، ده بيكون الفاندس بتاع اليوترس. بعد كده الكودال بارت او الديستال بارت بيكون ايه؟
بيكون البودي بتاع اليوترس، بيكون السيرفكس، وبيكون تلات ارباع، او في كتب بتقول تلتين يعني على حسب، بس هنا الكتاب بتاعنا يعني بيقول ان معظم الايه، معظم الفاجينا بيكونوا منين؟ بيكونوا من الجزء اللي تحت. الجزء اللي تحت ده بيبدأ انه يلحم مع بعض كده، احنا اصلا يعني الجزء اول جزء خالص او الجزء اللي فوق ده ما بيلحمش مع بعض، لان احنا عندنا اتنين فالوبيان تيوب. طيب وبعد كده الجزء الميدل بيلحم مع بعضه علشان يكون الفندس، وبعد كده الجزء اللي تحت بيلحم مع بعضه برضو علشان يكون البادي بتاع اليوترس والسيرفكس وثلاث ارباع الفاجينا. هو الكتاب كتبها موست اوف فاجينا، ماشي، اللي هو تلات ارباع مثلا، نعتبرها تلات ارباع، بس هو موست اوف فاجينا عشان هي بتبقى اختلافات فردية اصلا يعني، بس الجزء الكبير من الفاجينا. خلاص، يبقى احنا دلوقتي عندنا باراميز ونفرك داكت، دي بتتكون من تلات اجزاء، تقسمت لتلات اجزاء، جزء لاترال وجزء ماشي قدام وجزء ماشي فيرتيكال وميديال. اول حاجة الجزء اللاترال ده ما بيلحمش مع بعض، وبيكون فاتح في الكوسيلومو كافيتي وبيكون الفالوبيان تيوب، وبعد كده الجزء الميدل ده بيلحم مع الجزء بتاع الناحية التانية ويكون الفندس بتاع اليوترس، بعد كده الجزء اللي تحت ده بيلحم مع بعض ويكون حاجة اسمها يوتروفاجينال كانال. اليوتروفاجينال كانال دي مسؤولة عن تكوين البادي بتاع اليوترس، مسؤولة عن تكوين السيرفكس، مسؤولة عن تكوين الموست اوف ذا فاجينا. وخلينا متفقين كده ان احنا هنعامل السيرفكس كانه جزء مش من اليوترس في الحته في الوضع ده يعني، يعني اقول لك بودي في يوترس وبعد كده اقول لك السيرفكس، ماشي، وهتكلم كان السيرفكس ده جزء منفصل يعني عن اليوترس اهو. كل شويه الاجزاء بتاعه الباراميز ونفرك داكت بتقرب من بعضها علشان تلحم وتكون لنا اليوتراين يوتروفاجينال كانيل، ماشي، لحد ما في الاخر خالص الجزء اللي فوق ده بيكون فالوبيان تيوب، والجزء اللي في النص بيكون الفندس بتاع اليوترس، والجزء اللي تحت بيكون اليوتروفاجينال كانال المسؤول عن تكوين البادي اوف يوترس، مسؤول عن تكوين السيرفكس، مسؤول عن تكوين الفاجينا. وقلنا ان اخر جزء من البارو ميز النفرك داكت او الملوريان داكت دي بيروح ينتهي عند الديفينيت فيرو جينتال ساينس. هل بيروح يفتح في الديفينيت فيرو جينتال ساينس؟ لا، ما بيروحش يفتح في الديفينيت فيرو جينتال ساينس، هو كل اللي بيعمله ان هو بيزق الديفينيت فيرو جينتال ساينس. طيب بيزق الديفينيت فيرو جينتال ساينس زي ما انت شايف ده كده كانه الديفينيت فيرو جينتال ساينس، ماشي، بيروح يزق الديفينيت فيرو جينتال ساينس فيعمل فيها بروز من جوه، كأنه بيزقها من بره فبيعمل فيها بروز من جوه. لو عايزين نشوفه بنفتح الديفنت فيرو جينتال ساينس. طيب البروز اللي من جوه ده بسميه ايه؟ بسميه باسم الضغط، مش احنا اسمها اصلا باراميز ونفرك ضغط، ماشي، فهو البروز ده يبقى اسمه ايه؟ هيتسمى باسمها التاني، ما هي اسمها باراميز ونفرك ضغط او مولوريان ضغط، فيتسمى مولوريان تيوبركل. المولوريان تيوبركل ده فيروح جاي الديفينيت فيرو جينتال ساينس بيرد عليه، يعني كان هو اداله زي بوكس كده، ماشي، فهو يروح جاي ردد عليه ببوكسين، بوكسين اسمهم ايه بقى؟ ساينو فاجينال بالب. ساينو يعني جاي من الديفينيت فيرو جينتال ساينس، وفاجينو يعني رايح ناحيه الفاجينا، ماشي، بالب ما بنسموهوش تيوبركل. يبقى اول حاجه الديفينيت فيرو اسمه ده المولوريان الباراميز نفرك دكت او اليوترو فاجينال كانال بتروح او بره، خلينا في باراميز نفرك دكت، بتروح تنتهي عند الديفينيت فيرو جينتال ساينس وتعمل حاجه اسمها مولوريان تيوبركل. المولوريان فتروح جاي الديفينيت فيرو جينتال ساينس رادد عليها باتنين ساينو فاجينال بالب، تمام، الاثنين ساينو فاجينال بالب دول بيحصل لهم بروليفريشن، وبعد ما بيحصل لهم بروليفريشن بيتحدوا مع بعض وبيكونوا حاجه اسمها فاجينال بليت، ماشي. يبقى موست اوف ذا فاجينا بيكون متكون من اليوترو فاجينال كانال اللي هي جزء من الباراميزو نفرك دكت اللي هي جزء ميزوديرم. طيب والجزء الاخير من الفاجينا بيتكون من الديفينيت فيو جينتال ساينس اللي هو كان بيرد على الملوريان تيوبركل باتنين ساينو فاجينال بالب، الاثنين ساينو فاجينال بالب دول اتحدوا مع بعض وكونوا لي فاجينال بليت. الفاجينال بليت ده بقى هيبدأ ان يحصل شايفين، بس الاول ده كده ايه؟ الباراميزو نفرك داكت. الباراميزو نفرك داكت راحت تنتهي عند مين؟ راحت تنتهي عند ديفنت فيرجنتال ساينس. بصوا بتزقها ازاي،
راح الجايه زقاها كده نغزاها، فعملت ايه؟ فعملت ملوريان تيبركل. الملوريان تيبركل فراح جاي ال ديفينيتيف فيرجن ساينس ردت عليها بالساين فاجينال، باتنين ساين فاجينال بالب تحت مع بعض وعملوا فاجينال ايه وتحت مع بعض وعملوا فاجينال بليت. تمام، في صورة بس طيب تمام كده. يبقى الجزء الأكبر من الفاجينا بيكون من الايه؟ بيكون من الفاجينا، بيكون من اليوترو فاجينال كانال. تمام، واخر جزء بيكون من ايه؟ بيكون من الفاجينال بليت. المفروض ان الفاجينال بليت بيبدأ ان يحصل له كانالايزيشن. طيب والفاجينال بليت بيبدأ ان يحصل له كانالايزيشن، وبرده اليوترو فاجينال كانال حصل له كانالايزيشن. طيب اليوترو فاجينال كانال حصل له كله كانالايزيشن ما عدا اخر حتة اللي هي بتفصل ما بينه وما بين الفاجينال بليت. ماشي، يعني التلات ارباع مثلا، لو هنقول ان التلات ارباع بيتكون من اليوترو فاجينال كانال، والربع اللي تحت بيتكون من الفاجينال بليت اللي جايه من الـ من الـ من الديفينيت فيرو جنتا ساينس، هيبقى ما بينهم حاجز. الحاجز ده اسمه هايمن. الهايمن ده المفروض ان هو بيبقى ما فيهوش اي ما بيبقاش فيه اي برفوريشنز. ماشي، عند البرينيتال يعني بعد الولاده مثلا بشهر شهرين كده بيبدا ان يحصل فيه برفوريشن. طيب لو ان هو ما حصلوش برفوريشن هيعمل لنا كونجنتال انومالي اسمها امبرفوريت هايمن. تمام، لكن اللي بيفصل الجزء اللي متكون من الجزء اللي متكون من اليوترو فاجينال كانال عن الجزء اللي متكون من الفاجينال من الفاجينال بليت ده اسمه الهايمن. طيب حتى كمان يقول لك ان الجزء، يعني معنى كده ان الفاجينا بتتكون من جزئين مختلفين في الامبريولوجي بتاعهم، جزء من الميزوديرم وجزء من الاندوديرم. عشان كده لو تلاحظ حتى في النيرف سبلاي بتاع الفاجينا كان الجزء اللي متكون من الميزوديرم بيتغذى بسمباثيتك وبار سمباثيتك بس، لكن الجزء اللي هو اصله في الامبريولوجي اندوديرم كان بيتغذى من سمباثيتك وبار سمباثيتك بلس بيودنتال نيرف اللي هو سوماتيك. تمام، عشان الاندوديرم بيتغذى بسوماتيك. طيب يبقى بعد كده بقى، يبقى ماشي خلصنا كده تكوين الفاجينا. ماشي، ان هي بتتكون من يوترو فاجينا الكنال، الجزء الاكبر منها من اليوترو فاجينا الكنال والجزء الصغير. وبعد كده الباراميزو نفرك داكت بتنتهي عن الديفنت فيورو جينتا ساينس، فبتروح جايه عامله فيها ايه؟ بتروح جايه زقاها لجوه، بتعمل حاجه في بتعمل فيها حاجه اسمها ميلوريان تيبركل، فتروح جايه الديفنت فيورو جينتا ساينس رد عليها وعامله ليها ورد عليها باتنين ساين فاجينال بالب. ساين فاجينال بالب الاثنين دول بيتحدوا ويحصل لهم بروليفريشن ويكونوا فاجينال بليت. الفاجينال بليت ده بيبدا ان يحصل له كانالايزيشن، وهما الاثنين بيحصل لهم كانالايزيشن سواء كان يوترو فاجينال كانال او ساين فاجينال او فاجينال بليت، ولكن اخر جزء من الفاجينال كانال ما من اليوترو فاجينال كانال ما بيحصلوش كانالايزيشن. ماشي، فبيكون لنا حاجه اسمها هايمن. يبقى في حاجز ما بين الجزء بتاع الفاجينا اللي هو اكتر جزء من اكبر جزء من الفاجينا والجزء الصغير اللي هو جاي من الديفينيت فيور جينتا ساينس اللي هو اصله اندوديرم. يبقى بيصل ما بين الاندوديرم والميزوديرم بتاع الفاجينا ايه؟ بيصل ما بينهم الهايمن. المفروض ان الهايمن ده بيبقى متبطن من ناحيه اليوترو فاجينال كانال بيبيسيليوم، ومتبطن من ناحيه الساين فاجينال ساين فاجينال بوب اللي هي الفاجينال بليت بيبيسيليوم. وما بين الابيسيليوم ده والابيسيليوم ده بيكون في ميزوديرم، يعني بيكون من ثلاث طبقات. اللي ناحيه اليوترو فاجينال كانال ده بيكون ابيسيليوم، واللي ناحيه الفاجينال بليت ده بيكون ابيسيليوم، وبعد كده ما بينهم بيكون في ايه؟ ما بينهم بيكون في ميزوديرم. تمام، انكمبليت كانالايزيشن للكود الاندو في الفاجينال بليت زي ما قلنا، فبيكون لنا الهايمن. اخر جزء من الفاجينال بليت هي اللي ما بيحصلهاش كانالايزيشن فتكون لنا الهايمن. ماشي، لكن اليوترو فاجينال كانال بيحصل لها كانالايزيشن. طيب الفيستيبيول بتاع الفاجينا ده المفروض ان هو الفيستيبيول يعني فتحه الفاجينا. فتحه الفاجينا دي بتبقى موجوده في الديفنت فيور جينتا ساينس، ده كلام منطقي جدا. تمام، وخلصنا اليوترس والفالوبيان تيوب واليوترس والفاجينا.
مراجعة سريعة، آخر مراجعة يعني. احنا قلنا الباراميزو نفرك دكت او الملوريان دكت هي اللي هتكمل في الفيميل، فالباراميزو نفرك دكت دي هتعمل لنا 3 أجزاء، جزء تعمل لنا 3 أجزاء، جزء بيبقى لاترال وجزء ماشي هوريزونتال وجزء ماشي فيرتيكال وايه وميديال. ماشي، الجزء اللي بيبقى لاترال اللي فوق ده بيبقى فاتح في مين؟ بيبقى فاتح في السيلوميك بيسيليوم، والجزء الاخير ده بيكون منتهي عند الديفينيت فيروجينتا ساينس، وبيعمل في الديفينيت فيروجينتا ساينس حاجه اسمها مولاريان تيوبيركل. طيب اول جزء ده اللي هو الابر بارت ده بيكون لنا الفلوبيان تيوب، بعد كده الميدل بارت بيكون لنا بيتحد مع بعض الناحيه دي والناحيه دي ويكون لنا الفندس بتاع اليوترس، بعد كده في عندنا الجزء اللي هو اللي تحت اخر جزء خالص في الباراميسو نفرك دكت هيكون لنا حاجه اسمها يوترو فاجينال كانال. اليوترو فاجينال كانال دي مسؤول عن تكوين البادي اوف يوترس، مسؤول عن تكوين السيرفكس، مسؤول عن تكوين موست اوف فاجينا. طب وبقيه الفاجينا؟ بقيه الفاجينا يقول لك ان الباراميسو نفرك دكت بتنتهي عند الديفينيت فيروجينتا ساينس وتعمل فيها كان ايه، كان تيوبيركل كده صغير اسمها ميلوريان تيوبيركل، فيقوم الديفينيت فيروجينتا ساينس يرد عليها باتنين بالب اسمهم ساينو فاجينال بالب. الاتنين ساينو فاجينال بالب دول بيتحدوا مع بعض ويحصل لهم بروفريشن ويكونوا فاجينال بليت. الفاجينال بليت ده بيبدا ان يحصل له كاناليزيشن ما عدا الجزء الاولاني الاول منه اللي هو بيبقى ناحيه اليوترو فاجينال كانال ما بيحصلوش كاناليزيشن، فبالتالي بيفصل ما بينهم حاجه اسمها هايمن. ماشي، الهايمن ده بيحصل له بروفريشن في البرينيتال لايف، في برينيتال يعني بعد الولاده بشهر او شهرين، برينيتال يعني حوالين الولاده كده. تمام، ماشي، لو ما حصلوش كانالايزيشن بيبقى اسمه امبرفوريت هايمن. بعد كده يبقى الفاجينا بيتكون من يبقى اصل الفاجينا ايه؟ ميزوديرم واندوديرم. طب اصل الفالوبيان تيوب كلها ميزوديرم، اليوترس كله ميزوديرم، الاوفري ميزوديرم واندوديرم برضه زي ما قلنا. طيب جدير بالذكر ان احنا نقول ان مش المفروض ان اليوترو فاجينال كانال دي بتكون البادي بتاع اليوترس، بتكون كمان السيرفكس وموست اوف فاجينا. ماشي، هي بيبدا يحصل لها فيوجن منين؟ بيبدا يحصل لها فيوجن من تحت ولا من فوق؟ حاولوا ان انتوا تفكروا كده. هو المفروض اصلا ان الجزء الاولاني خالص، الجزء الاولاني ده ما حصلوش فيوجن، معنى كده ان الفيوجن كان ماشي من تحت لفوق ووقف فوق، ووقف فوق ما حصلش فيوجن، لانه لو ماشي من فوق لتحت كان اولى ان الاثنين فالوبيان تيوب يلزقوا في بعض وما كانش هيبقى عندنا اثنين فالوبيان تيوب، كان هيبقى عندنا واحده فالوبيان تيوب. فالفيوجن مشي من تحت لفوق، مش من تحت لفوق كده كان ماشي الفيوجن. تمام، الفيوجن ده لو وقف في اي مرحله من المراحل بيعمل لنا كونجنتال انومالي، وبالتالي احنا كان المفروض ان احنا نتكلم عن ايه؟ عن الكونجنتال انومالي بتاع اليوترس. الكونجنتال انومالي بتاع اليوترس اول حاجه خالص ان يبدا يحصل، خلونا نجيبهم من الاول كده. في ماشي، كونجنتال انومالي بتاع اليوترس على حسب اتجاه الفيوجن. المفروض ان الفيوجن بيبدا الاول من عند السيرفكس، وبعد كده من عند الفاجينا الاول، وبعد كده السيرفكس، وبعد كده البودي بتاع اليوترس. طيب نفترض ان ما حصلش فيوجن من الاول خالص، فلو ما حصلش فيوجن من الاول خالص من بين الناحيه اليمين والناحيه الشمال، هيبقى عندنا اتنين، هيبقى عندنا اتنين فاجينا، اتنين سيرفكس، اتنين يوترس. فدي حاجه اسمها يوترس داي ديلفيس. اسمها ايه؟ يوترس داي ديلفيس. يعني ايه يوترس داي ديلفيس؟ يعني عندنا اتنين من كل حاجه، عندنا اتنين من الفاجينا، عندنا اتنين من السيرفكس، عندنا اتنين من اليوترس، ان هو ما حصلش اصلا فيوجن خالص خالص من الاول. طيب لو نفترض ان حصل فيوجن في الفاجينا، يبقى عندنا واحد فاجينا، ماشي، عندنا واحد فاجينا، لكن عندنا اتنين سيرفكس وعندنا اتنين يوترس. ده يبقى اسمه ايه؟ اسمه يوترس باي كوليز، باي كورنيس، باي كورنيس. يعني ايه باي كورنيس؟ باي كورنيس، باي كورنيس يعني عندنا اتنين يوترس. طيب باي كوليس، باي كوليس يعني عندنا اتنين سيرفكس. يبقى يوترس باي كورنيس باي كوليس يعني ان احنا عندنا اتنين يوترس وعندنا اتنين سيرفكس. احنا قلنا هنعمل ان السيرفكس دي حاجة مختلفة عن اليوترس. طيب لكن عندنا واحد فاجينا، ماشي، لان لو كان عندنا اتنين فاجينا كان يبقى اسمه يوترس داي ديلفيس. طيب عدينا المرحله دي وحصل فيوجن ما بين الاتنين سيرفكس، تمام، يعني عندنا اتنين يوترس، عندنا واحد سيرفكس واحد فاجينا.
ساعتها نسميه ايه؟ يوترس باي كورنز. ليه؟ لان عندنا 2 يوترس. طيب هل احنا عندنا 2 سيرفكس؟ لا، يبقى يوني كولز، يبقى يوترس باي كورنز يوني كولز، تمام. وعندنا 1 فاجينا. طيب نفترض ان اليوترس عندنا 1 يوترس بس، اللي هو ايه، اتبقى حته سبتم كده في النص، يعني هو كان المفروض بيحصل كانالايزيشن والسبتم كله يدوب، بقى انكمبليت سبتم كده في النص، فبقى اسمه ايه؟ سبتيت يوترس، اسمه سبتيت يوترس، او اسمه باي باريتيت يوترس، باي باريتيت يوترس، تمام. طيب كده الحاجات دي، الانوماليز بتاعه اليوترس اللي هي علاقه باليونين. نبدا تاني من الاول. احنا قلنا ان ايه؟ ان هي مستويات. الفيوجن بيبدا من تحت لفوق، من تحت، من اول الفاجينا، بعد كده سيرفكس، وبعد كده البودي بتاع اليوترس، ويقف بقى عند الفالوبيان تيوب. الفالوبيان تيوبس اللي الحتت بتاعتهم ما بتنفصلش، ما بيحصلش فيوجن، علشان هما 2 فالوبيان تيوب. طيب لكن احنا عندنا المفروض في الطبيعي 1 يوترس 1 فاجينا 1 سيرفكس. طيب نفترض ان الفيوجن ما حصلش من الاول خالص، يعني ولا حصل في الفاجينا ولا حصل في اليوترس ولا حصل في السيرفكس، يبقى عندنا 2 فاجينا 2 سيرفكس و2 يوترس، يبقى ده اسمه يوترس دوايد الفيس. طيب نفترض ان الفيوجن حصل عند الفاجينا بس ما حصلش عند السيرفكس، يبقى عندنا 2 سيرفكس، وما حصلش عند اليوترس فعندنا 2 يوترس، يبقى اسمه يوترس باي كورنيس باي كوليز. طيب نفترض ان الفيوجن حصل عند السيرفكس، يعني بقى عندنا 1 فاجينا وان سيرفكس بس عندنا 2 يوترس، يبقى يوترس باي كورنس ولكنه يوني كولس. طيب نفترض ان الفيوجن حصل عندنا 1 1 1 من كل حاجه، ماشي، الفيوجن حصل تمام بس في حته سبتم اتبقت ما حصلهاش، ما اتشالتش، فبقى اسمه ايه؟ فبقى اسمه سبتيت يوترس، اللي هو كان فيكم انكمبليت سبتم كده، بقى اسمه سبتيت يوترس او باي بريتيت يوترس، تمام. في عندنا بقى حاجه تانية، يقولك ان ايه؟ يقولك ان هو كان جزئين وكل حاجه، بس قبل ما يحصل فيوجن اصلا ما بين الجزئين دول حصل ريدومنتيشن في جزء منهم. ريدومنتيشن يعني حصل اسمها ايه، اضمحلال، او ما علينا، مش فاكره الترجمه الحرفيه بتاعتها، بس حصل يعني ضمور. ايوه حصل ضمور في جزء معين، ماشي، الضمور في جزء معين ده، فبقى اليوترس ده اصلا بقرن واحد، يعني هو مفيش قرنين اصلا عشان يلتحموا، فبقى اسمه يوترس يوني كورنز. يوترس يوني كورنز يعني هو عنده واحد نورمال كورن، التاني الهورن التاني اصلا حصل له ريدمنتيشن، يعني حصل له ضمور، تمام كده، فما بقاش موجود. طيب في انوماليز تانية بقى، يقول لك انفانتايل يوترس. انفانتايل يوترس دي احنا كنا قلنا انها حصلت في مين؟ في الحاله اللي هي اكس 0، فاكرين بتاعه الترنر. طيب مثلا يقول لك ان احنا عندنا اتريزيا او ابسنس في البوسفاليبيان تيوب، عندنا اتريزيا في السيرفكس، الحاجات التانية سهله خلاص. طيب ايه هي بقى الابنورماليتيز بتاعه الفاجينا؟ الابنورماليتيز بتاعه الفاجينا برضو يقول لك اتريزيا في الفاجينا، الفاجينا ما حصلهاش كانالايزيشن، ما حصلش كانالايزيشن في الفاجينال بليت، بدل يعني كان المفروض ان الفاجينال بليت كله بيحصل له كانالايزيشن ما عدا الحته بتاعه الهايمن، لا ده ما حصلوش كانالايزيشن كله. طيب لا، حاجه تانية اللي هو دبل فاجينا، ما احنا قلنا دبل فاجينا دي دبل فاجينا، بس مش دبل فاجينا بقى بسبب 2 يوترو فاجينا الكنال، لان لو في دبل فاجينا اصلا كان عندنا يوترس داي ديلفيس، لان طالما الفاجينا لو يعني طالما الفاجينا بتاع الجزء بتاع الفاجينا في اليوترو فاجينا الكنال ملحمش، يبقى الجزء اللي فوق كمان ملحمش والجزء اللي فوق ملحمش، تمام. لكن انا نقصد هنا بدبل فاجينا هنا ان الجزء بتاع الفاجينا البليت، ان الجزء بتاع الفاجينا البليت المفروض ان في عندنا 2 سين فاجينا البلب كانوا بيلحموا مع بعض ويعملوا ايه؟ ويعملوا فاجينا البليت. لا احنا عندنا الفاجينا البليت ده كل جزء حصل له كانالايزيشن لوحده، فعمل لنا 2 دبل فاجينا، تمام. اما عندنا الجزء الحاجه الثانيه اللي هي الامبرفوريت هايمن، امبرفوريت هايمن احنا قلنا ان ما حصلش ايه، ما حصلش بيرفوريشن في الهايمن برينيتال، المفروض ان بيحصل بيرفوريشن في الهايمن ضروري، يعني ان هو هيسبب اصلا مشاكل للفيميل دي بعد كده، تمام. يبقى عندنا الكونجيتا انومالي بتاعه الفاجينا ايه؟ اما يحصل برضو اتريزي، اما يحصل دبل فاجينا، لان في عندنا 2 دبل فاجينا بليت حصل لهم كانالايزيشن كل واحده على حده، اما ان حصل امبرفوريت هايمن، تمام كده. طيب في عندنا بقى جزء بيقول لك ايه، واحنا مش قلنا اصلا ان الاوفري اتكون في الجنتل ريدج؟ طيب نرجع بقى كده،
للأول خالص. احنا قلنا ان في الفيميل مين اللي مين الضغط اللي هتكمل معانا، الضغط اللي هتكمل معانا البار ميزو نفرك ضغط. طيب احنا دلوقتي ده عندنا جنتل ريدج، عندنا ده الميزو نفرك ضغط، وعندنا الاحمر ده اللي هو البار ميزو نفرك ضغط. في الفيميل، في حالة الفيميل الجنتل ريدج ده هيبقى اوفري. طيب الاوفري ده بيتكون في نص الجنتل ريدج، يعني في الميدل بورت بتاع الجنتل ريدج. طيب الجزء اللي فوق من الجنتل ريدج هيكون لنا السسبنسوري ليجمنت اوف يوتر اوف اوفري، سسبنسوري ليجمنت اوف اوفري. طيب والكودال بورت بتاع الاوفري هيكون لنا حاجه اسمها جوبرناكولم، الكودال بورت بتاع الجنتل ريدج. يبقى دلوقتي عندنا الاوفري اتكون في نص الجنتل ريدج. طب الجزء اللي فوق اسمه ايه؟ الجزء اللي فوق اسمه ال السسبنسوري ليجمنت في اوفري، كون السسبنسوري ليجمنت في اوفري. طيب والجزء اللي تحت كون الجوبرناكولم، تمام كده. طيب بالنسبه للميزونفريك داكت، الميزونفريك داكت المفروض انها ما بتكملش في الفيميل، فيحصل لها ايه؟ فيحصل لها ديجنريشن، ما عدا الجزء اللي فوق هيكون لنا ريمننت كده في السيولوجيكال ريمننت، والجزء اللي تحت هيكون لنا في السيولوجيكال ريمننت. الجزء اللي فوق خلونا في الاول، الاول اصلا الميزونفروس دي بتتكون من ميزونفريك داكت وميزونفريك تيبيولز، اللي هي الشرط دي كده اسمها ميزونفريك تيبيولز. طيب ودي كده ودي كده اسمها ايه؟ ميزونفريك داكت، تمام. طيب عندنا الميزونفريك تيبيول كلها هيحصل لها ديجنريشن، ميزونفريك تيبيول هيحصل لها كلها ديجنريشن مع الجزء اللي فوق والجزء اللي تحت. الجزء اللي فوق هيكون لنا ايه؟ الجزء اللي فوق هيكون لنا الايبوفرون، تمام، والجزء اللي تحت هيكون لنا البروفرون. يبقى الجزء اللي فوق هيكون لنا ايبوفرون، والجزء اللي تحت هيكون لنا بروفرون. ايبوفرون لان هي يعتبر ميزونفريك داكت دي هتبقى فوق مين؟ هتبقى فوق الاوفري، تمام. طيب بروفرون يعني كانه جنبها كده، كان جنب الاوفري. طيب بالنسبه للميزونفريك داكت ذات نفسها، الميزونفريك داكت ذات نفسها برضو هيحصل لها ديجنريشن ما عدا الجزء اللي فوق والجزء اللي تحت. الجزء اللي فوق هيكون لنا الضغط بتاعه الايبوفرون، الضغط بتاعه الايبوفرون، تمام. طيب والجزء اللي تحت هيكون لنا ايه؟ الجزء اللي تحت هيكون لنا الجارتنر داكت. خلاص كده. طيب ده كده بالنسبه للفيميل. يبقى بالنسبه للفيميل قلنا ان الجنتل ريدج هيعمل ايه؟ الجنتل ريدج هيعمل لنا الاوفري في النص. طيب الجزء اللي فوق من الجنتل ريدج هيعمل لنا سسبنسوري ليجمنت في اوفري، والجزء اللي تحت بتاع الجنتل ريدج هيعمل لنا الجوبرناكولوم، وهنتكلم عن الجوبرناكولوم دلوقتي بس لما نخلص. طيب بالنسبه للميزونفروس، الميزونفروس كلها المفروض ان بيحصل لها جينريشن، حتى لو هتلاحظوا هنا الصوره دي هيبدا ان يحصل جينريشن لحد ما تختفي خالص ما عدا الجزء اللي فوق والجزء اللي تحت. الميزونفروس دول عباره عن ميزونفريك داكت او ميزونفريك تيبيولز وميزونفريك داكت. الميزونفريك تيبيولز كلها بيحصل لها جينريشن ما عدا الجزء اللي تحت والجزء اللي فوق. الجزء اللي فوق هيكون لنا ايبوفرون، والجزء اللي تحت هيكون لنا بروفرون. طيب الميزونفريك داكت برضو كلها بيحصل لها جينريشن ما عدا الجزء اللي فوق والجزء اللي تحت. الجزء اللي فوق هيكون لنا الضغط بتاعه الايبوفرون، والجزء اللي تحت هيكون لنا جارتنر داكت، تمام كده. طيب بالنسبه بقى للميل، لو ان الاكس واي، لو ان في كروموزوم واي زي ما قلنا الجينيتال ريدج ده هيكون لنا تيستس. طيب المفروض ان الميزونفروس هي اللي هتكمل معانا الباراميزونفريك داكت، هي اللي هي هيحصل لها ديجنريشن. في نفس المعامله الباراميزونفريك داكت هيحصل لها كلها ديجنريشن مع ده الجزء اللي فوق والجزء اللي تحت. الجزء اللي فوق اي بي، ماشي. الجزء اللي فوق هيكون لنا الابندكس بتاعه التستس، الابندكس بتاعه التستس. طب الجزء اللي تحت، الجزء اللي تحت ده اصلا هيروح يعمل لنا ايه؟ هيروح يعمل لنا مولاريان تيبركل في الديفينيتيف ريجنتال ساينس، يعني نفس الكلام بتاع ان البورن ميزونفريك داكت بتروح تزق الديفينيتيف ريجنتال ساينس بيحصل. طيب بس في الميل بقى مش هتكون لنا، مش هيرد عليها بساينو فاجينال بالب والكلام ده، لا في الميل هيعمل البلج اللي حصل ده هيكون لنا حاجه اسمها بروستاتيك يوتريكل. يبقى دلوقتي عندنا البورن ميزونفريك داكت في الميل بيحصل لها كلها جينريشن مع ده الجزء اللي فوق والجزء اللي تحت. الجزء اللي فوق هيكون لنا الابندكس بتاعه التستس. طيب والجزء اللي تحت هيكون لنا ايه؟ هيكون لنا البروستاتيك يوتريكل، تمام كده. طيب كمان حاجه احنا قلناها في المفروض انها برضو قلناها في الميل، ان الميل ان بيحصل ايه؟ ان المفروض ان الاوفري والتستس دول متكونين في الايه؟ في الابدومينال كافيتي، والمفروض ان هما مكانهم مش في الابدومينال كافيتي، المفروض ان مكانهم في البلفيس. طيب لكن التستس بتنزل لحد ايه؟ لحد بره الجسم اصلا،
بتنزل في السكروتم. لكن الاوفري، الاوفري بيقول لك انه بيحصل له internal descent. يعني internal descent يعني هو بينزل وكل حاجه بس ما بيكملش للايه، ما بيكملش ليه